يقول: كلفت من يحج عن والدتي المتوفاة، وسمعت أن الشخص الذي أعطيته مبلغا من المال ليحج عنها قد أخذ مبالغ أخرى ليحج عن أناس آخرين، ما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ وهل تعد هذه حجة كاملة أم علي أن أحج بدلا عنها؟ أفتون مأجورين. الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازما في تصرفه، وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه، بأن يكون أمينا عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه. فإذا أردت أن تعطي شخصا ليحج عن أبيك المتوفي أو عن أمك، فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه ودينه، وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج، فلا يؤدون الحج على ما ينبغي، وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم، وهم يخطئون كثيرا. ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة في الحج لقصور علمهم. ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده أمانة، فتجده لا يهتم بما يقوله ويفعله في مناسك الحج لضعف أمانته ودينه، ومثل هذا أيضا لا ينبغي أن يعطى أو أن يوكل إليه أداء الحج. فعلى من أراد أن ينيب الشخص في الحج عنه أن يختار من أفضل من يجده علما وأمانة حتى يؤدي ما طلب منه على الوجه الأكمل. وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته، وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى لغيره، ينظر، فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناسا يؤدونها، وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه. ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ أي هل يجوز للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج أو في العمرة ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك بل يكلها إلى ناس آخرين؟ نقول إن ذلك لا يجوز ولا يحل، وهو من أكل المال بالباطل، فإن كثيرا من الناس يتاجرون في هذا الأمر. تجدهم يأخذون عدة من الحجج والعمر على أنهم هم الذين سيقومون بها، ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذه هو، فيكسب أموالا بالباطل ويعطي أشخاصا قد لا يرضونه، قد لا يرضونهم من أعطوه هذه الحجج أو العمر. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه وفي نفسه، لأنه إذا أخذ مثل هذا الباطل فقد أخذه لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق، ولأنه إذا اؤتمن من قبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج فإنه لا يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره، لأن هذا الغير قد لا يرضاه من أعطاه هذه الحجج أو هذه المال. بارك الله فيكم.